سنة وشهر على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز التي تفاءل بها الكثيرون خيراً، فطوى الناس أقدامهم وبطونهم وجيوبهم منتظرين أن يكون الرزاز الفارس الذي سيقتل فقرهم ويجازيهم على صبرهم وينقلهم من الضيق إلى الفرج، قبل أن يتبين لهم أنه مثله مثل اللي قبله. ففي الإصلاح سيبك، وفي تعيين المحاسيب والحبايب ذيبك، وفي النهوض سلامتك وتزقف. دولة الرئيس بلا زغرة منك بدك تعذرنا. الألم زاد فوق ما نحتمل، وقد آن للشعب أن يحيا بكرامة.